متابعي قناة أشواقات في الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. القصة ديال اليوم قصة مختلفة على جميع القصص اللي دوزناها، الروبورتاج أيضا مختلف. اليوم صهيب فاجأني في هذا الصباح وجا عندي حتى الكازا باش يوصل ميساج ديالو المغاربة المحسنين، أيضا السلطات بشكل عام. رسالة قوية، كنتمنى أنكم تفاعلوا مع صهيب لأنه فعلا كيف ما قال لي ما قالوا حد في هذه الدنيا من غير الأم ديالو والشعب المغربي. كنتمنى أننا نشدوا في يدو كاملين من بعد ما نعرفوا القصه ديالو. خي صهيب مرحبا. انا صهيب عامر، 23 سنه، كنت خريج ديال المعهد اللي في الحقيقه هو غير معتمد كشعبه ديال الممرض متعدد التخصصات. كيفاش القضيه ديال غير معتمد؟ غير معتمد اي المعهد ما خصنيش نخدم به، ما الدبلوم او لا الدبلوم ما خصنيش نخدم به، ما عنديش به حتى شي طريق اللي غادي نشق بها طريق النجاح او لا غنكون ممرض متعدد التخصصات. مي كنشوف هذا الدبلوم كانني غنعلقو في الحيط من غير انني غنخدم به وغادي نوصل به الهدف ديالي اللي كنت كنحلم به منذ الصغر. يعني هذا الدبلوم ضيعتي فيه وقتك وربما حتى مالك على اكزاكتومون. مشى المجهود، مشى الفلوس، مشى الجهد، مشى كل شيء. والمشكل هو انني مريض، عندي السكر، عندي امراض مزمنه، عندي مرض نفسي اللي كنعالج عليه اللي ما كيخلينيش انا ما تيخولش ليا انني ندرس او لا نعاود ندرس شي مجال اخر او لا نخدم شي خدمه اللي فيها جهد، مع انني كنت كنحلم انني نخدم في هذه المهنه ديال ممرض متعدد التخصصات، اللي رغم انني عندي الانسانيه وكنحب هذه المهنه بزاف، المهنه الشريفه. واخا صهيب، قبل ما ندخل معك في الدبلوم وشنو وقع لك، هضرنا على الطفوله ديال صهيب، البيئه اللي عاش فيها، علاقته بوالديه، علاقته بالمجتمع، بزاف ديال الحوايج يعني قربنا منك اكثر. صراحه نقصي في واحد توشيشين في واحد الكوتي اللي هو شويه يعني الطفوله ديالي. انا ملي كنت صغير انا صبز بالسكار في السن ديال 10 سنوات، الطفوله ديالي دازت صعبه، مع صعبه مع الاصدقاء، مع الناس اللي كنقرا معاهم، مع الجيران، مع كل شيء. علاش؟ لان صهيب بالنسبه لصهيب فهو يعني كي فيه الانسانيه، رحيم، وربي كيقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، والنيه والصدق والاخلاص في العمل منذ الصغر ديالي، وكنت ايجابي لواحد الدرجه كبيره. الاب ديالك؟ الاب ديالي اللي هو كما قلتي نقطه شويه توشيتك فيها. الاب ديالك شكون هو؟ شنو كيخدم؟ الاب ديالي هو استاذ رجل تعليم ديال اللغه العربيه متقاعد. غادي نصرح بواحد النقطه وهي انه من المؤسسين ديال حزب العداله والتنميه في وطزم، وفي هذه النقطه ايضا تواصلت مع الناس اللي كنجلسوا معاهم وكنعرفوهم وكنتمحنوا من اجلهم باش هما يوصلوا. تقدر تعطينا اسم؟ للاسف ما تواصلوش معايا وما جاوبونيش للاسف. الدكتور سعد الدين العثماني اللي هو رئيس حكومة السابق، الاستاذ عبد الاله بن كيران رئيس حكومة السابق، بسيمه الحقاوي الوزيره السابقه. طبعا بحكم انه كانت عندهم علاقه مع الاب ديالك. طبعا كانوا كيجلسوا معنا في الدار. علاش صهيب تواصل معاهم؟ تواصلت معاهم لانني حسيت بهم غيكونوا قراب ليا وغيعرفوني. اكزاكتومون، غادي يعرفوني من بعد الاب، ولكن المشكل هو انهم ما عرفونيش. صهيب واش عندك شي انتماء؟ كنت منتمي لحزب العداله والتنميه، وانما مني تعرضت لهذ الاهانه هذه مني انني مني الصغار ديالي مني كانت عندي 10 سنوات وانا كنمشي معاهم في الحمله الانتخابيه وكنتكرفص معاهم في الحملة الانتخابية، وكنت كنكلم كل احترام والتقدير، ودخلت للدار ديال السيد عبد الاله بن كيران حتى للدار وشفت يعني التعامل ديالو هذا ما عجبنيش،
ما عجبنيش دابا هذا التصرف ديالو مؤخرا. فاش عيس ما نتواصل، عيس ما نتواصل مع الشبيبه، عيس ما نتواصل مع حزب عداله التنميه، وانما انصلخت وبعدت على الحزب. من الان فانا لا انتمي الى حزب عداله التنميه ولا اي حزب اخر ولا اي حزب اخر. صهيب، علاش اخي مشيتي تقلب على عبد الاله بن كيران مساعد الدين العثماني وباسم الحقاوي وانت عندك الاب ديالك؟ الاب ديالي طبيعة الحال غادي نصرح ثاني بواحد القضيه، ان الاب ديالي قاصح شويه. علاش الاب ديالي قاصح؟ ماشي غير معايا، مع خوتي كاملين، ولكن انا لا اعتبرهم اخوه، انما انا عندي الام ديالي، من غيرها ما عندي حتى شي واحد. علاش السؤال؟ شنو واقع؟ شنو واقع هذا السؤال؟ يعني في الواجهه يعني كاين، هو ان علاش الاخوه ديالي ياك او الاب ديالي قاصحين وما كيهضروش معايا لحد الان؟ ما كنهضر مع خوتي، ما كيهضروا معايا الاب ديالي، حيتاش هما لا يعترفون بي كاخ. علاش؟ شنو السبب؟ شنو المشكل؟ هو بكثره ما انا ظريف وكثره ما انا مزيان معاهم، فهما كثرة ما انا مزيان معاهم، فهما كل ما انا كنقرب ليهم هما كيبعدوا مني. لا هما لا الوليدات ديالهم، لا الاب ديالي، لا الزوجات ديالهم او لا الازواج ديالهم، كل ما كنقرب ليهم هما كيبعدوا مني. يعني انا فضلت انني نساعد اكثر. علاش؟ هو صهيب خايب ولا صهيب قاصح؟ انا جيت طيب، وكيعجبني الصراحة، وكيعجبني الإخلاص، وكيعجبني الإنسانية والرحمة والمودة والتسامح، ولكن هما ما كيعرفوش دوك الصفات. اللي عارف أنا أنه صهيب عايش في طنجة، ولكن اللي ما عارفش أنه كيفاش صهيب قدر يخرج من مدينته ويدخل طنجة. علاش؟ بعت على قبل أنني نعيش الحرية بوحديتي ومع الأم ديالي، لأنها كتستقر في طنجة. الام ديالك ما كايناش مع الاب؟ لا، بلا ما ندخل في التفاصيل. واخا صهيب، اليوم علاش اخترتينا باش توصل الصوت ديالك للشعب، وشنو باغي تقول للشعب؟ باغي نقول لكم باختصار، يعني باختصار، وغنقول لكم من القلب. شوفوا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذاك الولد اللي كتقولوا راه مريض نفسي او لا كتقولوا فيه شي مرض عقلي، راه ماشي خايب، راه ماشي خصو يتنفى من العمل ويتنفى من الحياه ويتنفى كمواطن كبني ادم، ونقولوا هذاك حمق خصو يتنفى من الحياه. لا، هذاك المريض النفسي انما هو خصو حد المرافقه، خصو حد الرحمه به، خصو حد الحنان، خصنا نحسو به، لانه ملي كيتعالج حنا زائد المرافقه كيكون السيد عايش مزيان. صهيب، كتستعمل شي ادويه؟ كنستعمل ادويه نفسيه ديال، انا نعترف بها امام الشعب المغربي، ديال الدهان، ديال معالجه السلوك، ديال الاكتئاب الحاد. يعني هادو عندي امراض مزمنه زائد السكري. رغم انك شاب، رغم انني شاب وانني كنعاني من هذا المرض النفسي ملي كانت عندي 11 سنه، رغم انه تزاد ملي خديت الدبلوم، تزادتني اعراض اخرى، ثم السكري انا كنعاني به ملي كانت عندي 11 سنه. ما شاء الله، الله يشافي يا صهيب. امين يا ربي. شنو المطلب ديالك اليوم الشعب المغربي؟ المطلب ديالي هو انكم يعني توقفوا معايا، انا بغيتكم توقفوا معايا، انا ولدكم، خوكم، رغم انني تضررت حشومه نعيش في طنجه، وبنادم يبدا يعيرك بالحمق ويعيرك بالمسطي ويعيرك، شكون انا؟ انا بشر وانت بشر، حشومه وعيب. انا نتصرف هذا التصرف غير اللائق بينا كبشريه وكانسان، حشومه وعيب وعار. فانا يا مريض نفسي بحالي بحالك، انت اللي كتشرب ادويه علاجيه ديال شي ديال الزكام، ديال مرض عقلي، ديال مرض نفسي، ديال السكري، ديال الضغط، يعني حتى انا عادي
علاش غنتعامل هذه المعامله هذه؟ بحيث أنني تعرضت لضغوطات مني كانت عندي 11 عام في المؤسسة اللي كنقرأ فيها، في الإعدادية، في الثانوية، في الـ في الـ في الكلية. يعني هنا بغى نقول لكم واحد الرسالة، هو من اليوم بغيت نوجه واحد الرسالة أيضا للمرضى النفسانيين، كونوا قويين، تكون عندكم واحد الإيجابية، تعيشوا مزيان، وما تبقاوش تخليوا الآخر يأثر فيكم. ياك علاش؟ لانه فاش كنت حنا فاش كنلتزموا بهذه الصفات هذه، فانما كنحاربوا وكنقاوموا داك الضغوطات اللي كنتعرضوا ليها، سواء في الشارع، سواء ملي كنمشيو عند المستشفى ديال الامراض النفسيه والعقليه، سواء في اي بلاصه. صهيب اسمح لي قطعتك باش ما نطولوش على المشاهدين. في الاول قلت لي عن وجه نداء لصاحب الجلاله، شنو المطلب ديالك من صاحب الجلاله؟ طبيعة الحال يعني نقدر نعرف بأصلي. طبيعة الحال أنا أصلي شريف، يعني السرغيني عطاوي عامر والخردي. جيد، فكنبغي نقول لك سيدنا هذا الطلب ديالي أوجهه لك ومن منبر إعلامي جد متميز، هو تسمع لي. البشر أداني، ولكن انت سيدنا انا فيك كل ثقة، هو انك غادي تحقق لي واحد المطلب صغير، هو ان اريد تأسيس او لا تعاوني باش ندير جمعية او مؤسسة حقوقية جمعوية ديال المرضى النفسانية بالمغرب، خصوصا مرضى الفصام. يعني هذا المطلب هذا كنطلبه منك. والمطلب الثاني هو ان تشوف لي المشكل، حل للمشكل ديال الاعتماد او ديال المؤسسه اللي عطاتني الدبلوم غير معتمد. هادو جوج ديال المطالب، وكنتمنى تسمعني والله يخليك لينا والله ينصرك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. بخير الخير ان شاء الله. طبعا كنعرفوا ان صهيب اليوم محتاج حتى الناحيه الماديه، زيد محتاج فين يعيش، محتاج باش يعيش. هادشي ما قلتولناش واش حشمان ولا ماشي مقدرش، وانما غنقولها دابا غنقولها. انا الاب ديالي استاذ متقاعد ديال اللغه العربيه، الوالده ديالي استاذه ديال اللغه الفرنسيه متقاعده. جيد، وانما كيقولوا لي في 18 عام سير خدم. مني جيت نخدم كنتفاجئ بديبلوم غير معتمد. دونك انا كنطلبكم وغنخلي لكم الرقم الهاتف الى قدرتوا تساعدوني، خصوصا باش يعني على الجمعيه ولا على كل دعم. الدعم ديالكم كامل انا محتاجه، سواء شي غير اتصال، المكالمه تواسيوني وتدعموني، فانا محتاج داك الدعم، هذاك الدعم النفسي ديالكم، فهو جد ضروري. غنخلي لكم الرقم ديالي، وانا جد سعيد باللقاء ديالي بيوسف وبقناه اشواق. تبارك الله عليك. شكرا على المصداقيه ديالك، وصلت رسالتك المغاربه. كنتمنوا ان حتى المغاربه يحسوا بك. كنتمنى منكم المغاربه تحسوا بي وديروني فوق ولدكم وولدكم وقريب ليكم. وغنخلي لكم الرقم ديالي، اي دعم نفسي، دعم معنوي، دعم مادي، اي حاجه الله يرحم لكم بها الوالدين، راني جد متأثر. وعيس من هضر، عيس من تواصل، ولا أذن صاغية. الله يجازيكم بخير لما سمعوا لي. بخير خير إن شاء الله. إذا متابعين الأوفياء كيف ما سمعتوا، هذا هو صهيب، هذه القصة ديالو. أهم حاجة أنه صهيب الأسرة ديالو من مؤسسين واحد الحزب اللي هو حزب اليوم وصل القمة، قمة البرلمان، قمة المغرب. ومع ذلك أن صهيب اللي كان كيفرق الوراقي وكيخرج معهم في حملات ما قال على حتى شي واحد، رغم المراسلات ديالو لهاد الاشخاص وهاد الشخصيات، نقولوا انهم اشخاص سياسيين وانهم حزبيين ومنتمين وما شابه ذلك، ما وقفوش معاه. ولكن انا عندي امل ان انتوما كمغاربه، كمحسنين، كشعب، الشعب اللي ديما متحد مع بعضه، غتوقفوا مع صهيب وغتعاونوا ان شاء الله. كيف ما قال لكم ماشي ضروري الفلوس، باستطاعتكم انكم تتصلوا به، ترفعوا له المعنويات ديالو، لانه فعلا محتاج لينا كاملين. فعلا كيف ما قال لكم هو محتاج الحنان، من بعد الام ديالو ما عنده حتى شي واحد.
صهيب كيتسنى الاتصالات ديالكم، سواء المساعدة سواء الدعم النفسي أو المعنوي. الرقم ديالو أتلقاوه تحت الشاشة. كان معكم يوسف بن سليمان، وخلف الكاميرا مريم فساحي. إلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.